برنامج رحالة الدنيا. طاف أكثر البلاد وأقام بين حاضرها والباد، فعرف أخبارها وسبر أغوارها، آثار للأعمال التاريخية. تقدم لكم برنامج رحالة الدنيا، جولة في رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي، يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز عويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في لقاء من لقاءاتنا مع هذه الرحلات التي دونها أصحابها وما فيها من الدروس والعبر. والحديث موصول وإياكم مع رحلات شيخ الرحالة محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، المولود في بريدة عاصمة القصيم في المملكة العربية السعودية في سنة 1345 من الهجرة، الموافق سنة 1930 من الميلاد. وقد طاف البلاد كلها إلا شيئا يسيرا، ودون ملاحظاته، لا سيما وأن رحلاته هذه كانت بإعاز من رابطة العالم الإسلامي التي كان يشغل منصبا مهما فيها، وهو الأمين العام المساعد في الرابطة. ومن جملة الرحلات التي تكلم عنها ودونها رحلاته في الهند، وكان من جملة إشاراته في وسط الهند التي ضمن رحلته فيها بعض اللطائف والفوائد التي أوردنا بعضها ونورد بعضها إن شاء الله اليوم وفي لقاء متقدم بإذن الله أو متأخر. مما قاله الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، قال الندوي. نسمع إخواني أخواتي في تراجم بعض علماء الهند أنهم ينسبون إلى الندوة فيقال الندوي. ما المراد بها؟ المراد بالندوة هنا هي ندوة العلماء، وهي جامعة مهمة مشهورة في الهند تسمى دار العلوم، ندوة العلماء، ويشغل منصب الأمين العام لها عبر سنوات طويلة أحد كبار العلماء والدعاة، وهو الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي. يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي: وقد ذكرت أمر هذه الجامعة في شمال الهند حين زرتها، وتقع في مدينة لكنه بالنسبة إليها اللكنوي. قال: والنسبة إلى ندوة العلماء الندوي بفتح النون وإسكان الدال، وهذه عادة للإخوة المسلمين من أهل الهند أن ينسبوا طالب العلم منهم إلى المدرسة التي تخرج فيها أكثر مما ينسبونه إلى أسرته وبلدته، فكأنهم الذين يقولون بأن الأبوة العلمية أولى بالإظهار أو الإشهار من الأبوة الجسدية. الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله ما زال في بهوبال، إحدى الولايات في وسط الهند، فيقول فيها: أصبح الجو غائما هذا الصباح يميل إلى البرد، ولذلك خرج كثير من الناس إلى الشوارع وهم ذاهبون لأعمالهم، وعليهم الأردية والبطانيات يضعونها على أكتافهم ويلفونها حول صدورهم كما يفعل المحرم للحج بالقطعة العليا من ملابس الإحرام، مما ذكرني بما رأيته في شمال الهند وباكستان في فصل الشتاء، إذ كان الناس يصنعون كذلك إذا اشتد البرد، وهو برد ليس شديدا في العادة ما عدا بلاد كشمير فهي شديدة البرودة. وقال لي بعض الإخوة: إن الناس يلبسون أغطيتهم في اليوم البارد ولا يخصصون ملابس للبرد، وذلك لكون البرد هنا ليس شديدا ولا يستمر طويلا. إذن ليس بغريب إذا رأيت في الهند أو حتى في باكستان من يضع البطانية أو يضع الغطاء على جسمه في يوم بارد. هذا قد يكون غريبا في بعض البلاد كبلادنا التي نعرف أن أكثر البلاد تخصص ملابس للشتاء، الجاكيت وغيره، لكن لكونهم
يندر وجود البرد عندهم، والبرد عندهم غير قارس، ولذلك هم يضعون البطانيات وغيرها، وهذه من الأشياء التي لا يرون فيها غرابة أو استهجانا. في نفس هذه المدينة، مدينة بهوبال، زار الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله قبر الإمام صديق حسن خان العالم المشهور. وصديق حسن خان من كبار العلماء الذين كانوا في الهند قبل ما يقرب من 200 سنة، ولم يمنعه الملك من طلب العلم وتأليف الكتب العديدة المفيدة في سائر العلوم التي بلغت كثيرا، حتى إنه شكك بعض الناس في هذه المؤلفات هل هي فعلا لصديق حسن خان أم أنه يكتبها غيره. وهذه نفس التهمة التي وجهت للسيوطي رحمه الله لكثرة ما كانوا يكتبون، وهذا ليس بغريب، فالعالم الذي يشتغل بالعلم لا شك أنه يرزقه الله سبحانه وتعالى بركة في الوقت. وصديق حسن خان رحمه الله كان من كبار العلماء وأجلهم، وكانت له عناية كبيرة بالعلم، ويعد من مشاهير علماء الهند في الحديث، وهو ليس من بيت ملك، وإنما تزوج أميرة فتولى الإمر في هذه الولاية. والذي يتولى الإمارة في الهند يسمى النواب بفتح النون إذا كان مسلما، أما إذا كان هندوكيا فإنه يسمونه راجا. فصديق حسن خان رحمه الله تعالى كان من أولئك النواب، أنصح أن تجمع هكذا. والشاهد أنه لم يشغله ملكه عن طلب العلم، فكان ملكا أو نوابا كما قلنا على مملكة صغيرة في داخل الهند، وهو بالتالي حوله جماعة من طلاب العلم الذين تفرغوا لطلب العلم، وربما كان يستعين بهم، لكن لا يمنع ذلك من أن ينسب له شيء من هذه العلوم. يقول الشيخ العبودي أيضا: ربما يتذكر القارئ الكريم قصة مصنع المبيدات الحشرية في مدينة بهوبال، هذه التي تسربت منها الغازات السامة فأهلكت أمما وأصابت أناسا آخرين بعاهات مستديمة كالعمى ومرض الصدر أو التلف في بعض أجهزة التنفس وغير ذلك. يقول: لذا رأيت زيارة هذا المصنع والاجتماع ببعض من شهدوا الحادث وبخاصة المسلمين منهم، وفعلا زار المصنع الشيخ ووقف عليه. وكان في نفس المدينة، يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي، وقفنا على منزل اسمه شيش محل. ذكروا أن الشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال رحمه الله سكن فيه عدة مرات عندما كان يزور مدينة بهوبال هذه، ولذا أطلقوا على ميدان صغير أمامه اسم إقبال ميدان بالأردية التي تعني باللغة العربية ميدان إقبال، وفي لغة الأردو قدموا المضاف إليه على المضاف، وقد كتبوا اسمه هذا على الميدان بالأردية أيضا ذات الحروف العربية كما نعرف، وقد اعتنيت الولاية أو على الأدق عاصمة هذه الولاية وهي بهوبال بالشاعر إقبال، حتى إنها خصصت جائزة أدبية سمتها جائزة إقبال، وقيمتها 50,000 ربية هندية. هذه إشارات إخواني أخواتي إلى الممالك العظيمة الإسلامية التي كانت مقيمة هنا في الهند، وكان لها شأن كبير في بلاد الهند حتى من حيث العمارة والبنيان. لذلك يقول الشيخ محمد العبودي أيضا في كتابه وسط الهند: من أمجادها أن الملكة شان جيهان بيقم كانت ذات دين وصلاح، تولت الملك وكانت تحكم وتصرف شؤون دولتها من وراء حجاب حقيقي، إذ لم يكن البرقع يفارق وجهها التزاما بالستر الذي أمر به الإسلام. اسمها شاه جيهان، الملكة جيهان، وكانت لها حسنات عظيمة، من أهمها أنها رضيت بأن تتزوج من السيد صديق حسن خان وهو طالب علم عندما تزوجت وليس من بيت ملك،
وفوضت إليه أمور الدولة، فكان هو الذي يحكم فيها بما أمر الله به، بل كان من أهل الحديث الذين يتحرون في كل ما يعملونه ويذرونه من أمور الدين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، مبتعدين عن الخرافات والبدع التي أدخلت في الدين في العصور المختلفة. وكان من حسنات هذه المرأة الصالحة شاه جيهان بيقم أنها جلبت إلى مدينة بهبال مطابع عربية كبيرة طبعت فيها عددا من أمهات الكتب في الحديث من فنون العلم، ومن ذلك أول طبعة لفتح الباري شرح صحيح البخاري، قد طبعتها بنفقتها الخاصة، وكانت قد اشترت المخطوط من مصر، ووزعت النسخ المطبوعة بالمجان، كما طبعت مؤلفات عدد من مشاهير أهل الحديث والعلماء في الهند، ومن ذلك جميع كتب الشاه ولي الدين الدهلوي وكتب زوجها السيد صديق حسن خان، كما أنها بنت أول مسجد في إنجلترا فيما يقال اسمه مسجد شيهان جاه في بعض ضواحي لندن، وقد بدأ بناؤه في سنة 1887 من الميلاد. ومن مآثرها أيضا بناء هذا المسجد في بهبال الذي يعرف بتاج المساجد أو المسجد العظيم، فرحمها الله تعالى ورفع شأنها على ما صنعت في خدمة المسلمين والعناية بهم. من الأشياء التي ذكرها الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله في مشاهداته في كتابه وسط الهند، يقول في اجتماع رابطة الأدب الإسلامي ببهبال في الهند لم يكونوا يصفقون ولا يكبرون عند مقاطع الاستحسان أو غيرها، وإنما كانوا طيلة الاجتماع ساكتين سكوتا كاملا، فكان المكان هادئا جدا، ولم أرهم يتصرفون تصرفا غريبا في أثناء الاجتماع، فما كانوا يتزحزحون عن أماكنهم وما كانوا ينشغلون بغير الاجتماع، بل كان فيهم صبر عجيب على هذا الاجتماع الجاد الذي استمر 3 ساعات. وهذه العادة، عادة التصفيق أو غيرها، قد تكون موجودة في كثير من الاجتماعات ونحوها، والكلام فيها يطول، وإن كان بعض العلماء وأذكر منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يجيز التصفيق من باب التشجيع خلافا لمن منعه استدلالا بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، أي تصفيقا وتصفيرا في حق المشركين، فمنعوا التصفيق للمسلمين حتى لا يتشبه بهم، وهذا بعيد، فإنه فيما كان في مقام التشجيع كالتصفيق الذي يكون بعد الكلمات وبعد الاحتفالات ونحوها، فهذا مما يسع الكلام به على نحو ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أيضا ما قرره غيره من العلماء. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة أيتها الأخوات، وللحديث بقية استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج رحالة الدنيا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.